مبادرة بداية جديدة، دي مبادرة جميلة جدا لأن بتدي أمل في المستقبل ومش نهاية الحياة إن أي فرد من أفراد الأسرة يبعد عنها سواء بالوفاة أو سواء بالانفصال، لا بداية جديدة إن فعلا تتماسك وتقف. وزي ما بنقول إن المرأة المصرية هي متصدية لكل الأحداث وهي نص المجتمع وهي مسؤولة عن النص الآخر وأيضا تلد النص الآخر، فالمرأة المصرية قادرة وتستطيع إن فعلا بتقوم بأسرتها وبتوصلهم حتى لو هي مش متعلمة. بالنسبة للمبادرة احنا أطلقناها من 4 سنين ونص وهي خاصة بتأهيل النفس للمطلقات، لاني مطلقه حبيت ان انا انقل رساله ايجابيه لكل امراه مطلقه ان هي بعد الطلاق ما تقفش، لا تكون فرد ايجابي في المجتمع. المبادره فيها متطوعين من فريق كبير من محاميين واستشاريين نفسيين واطباء، الهدف ان هم يقفوا جنب السيده المطلقه اللي ظروفها صعبه، والنهارده يوم الخير هو بالنسبه لنا هو ده الحدث برده رقم 2 بعد يوم المراه المعيله. يوم الخير احنا طيب بنقول للناس تيجي هي بنفسها وهي اللي تشارك، هم اللي يجيبوا الحاجه والاحتياجات اللي هي بتحتاجها الام المعيله والاطفال ويجوا هم يشاركوا بيها. تم توسعه الموضوع بالنسبه لنا للمراه المعيله وذوي الاحتياجات الخاصه ايضا. اهتمينا بالموضوع دوت من خلال انطلاق يوم للمراه المعيله، اطلقناه بتاريخ 28/3 من كل عام يتم الاحتفال به وتوثيقه رسميا من جهة القادة السياسيين في البلد، والحمد لله احنا كدورنا تطوعي بحت، كدور قائمين على التطوع فقط مننا. انضميت للمبادرة بداية جديدة من حوالي 4 شهور، الهدف الرئيسي للمبادرة ان احنا بنساعد المرأة المعيلة اللي هي ممكن تكون أرملة أو مطلقة، بنساعدها أساسي بنقدم لها الدعم المادي والمعنوي. النهارده تاني يوم خير اللي انا بحضر فيه هنا، يوم الخير النهارده مختص بتوزيع المستلزمات العام الدراسي، بنقدم شنط، بنقدم فايلات، ممكن كراسات واقلام ومقالم. انا شايفه ان الفئه بتاعه المراه المعيله فئه مهمله جدا في المجتمع، هي محتاجه ان الحكومه تديها اهتمام اكتر، وبرده الحكومه بالتاكيد مش هتعمل كل حاجه لوحدها، محتاجين برده كمان مؤسسات المجتمع المدني والافراد، يعني احنا كل فرد فينا ممكن يكون مؤسسة في حد ذاته. جيت النهاردة للمشاركة مع أبنائنا وأطفال الأمهات المعيلات في البلد كواجب علينا بدعوة من مبادرة بداية جديدة أستاذة نجلاء. كان شرف ليا طبعا المشاركة لأن ده واجب وطني على كل واحد إن هو بيشارك أبناء الوطن في كل همومهم الموجودة، ودعم للأمهات المعيلات اللي أعدادهم بقت في مصر عدد كبير جدا. أنا مطلقة ومعي 3 أولاد وهنا تاني مرة أكل صراحة، وجيت أول مرة وصراحة ربنا يعني ادوني حاجات كويسة جدا مفيدة وفادوني يعني، وتاني مرة أجي وصراحة ربنا يعني اللي بيتبسطوا جدا وبياخدوا حاجات حلوة جدا ومفرحوا قوي 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 وبنستنى اليوم ده. أنا ظروفي جوزي راجل على قد حاله واللي خلاني جيت النهارده، يعني كنت محتاجه صراحه شنطه لبنتي فلقيتها متوفره هنا.